مزيد من التفاصيل بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح. برحب بحضرتك معنا أستاذ سلطان. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. مزيد من التفاصيل وخصوصية محافظة مطروح، الفعاليات اللي هتقوموا بها الفترة الجاية. أولا طبعا الحزب أعلن السيد رئيس هو مرشح الحزب، وإحنا داعمين وترشحه لاستكمال المسيرة، استكمال عملية النهوض بالدولة الجمهورية الحديثة، الجمهورية الجديدة. احنا بالنسبة لنا في محافظة مطروح حسب توجيهات الحزب السيد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في مطروح، طبعا سيادتك احنا كنا محافظة مهمشة في العهد السابق في حاجات كتير. احنا لمسنا في مع سيادة الرئيس في المشروعات اللي بتتعمل في مطروح، العالمين الجديدة، طريق الموت اللي كنا بنشتكي منه، حاليا احنا عندنا طريق عالمي نتباهى به قدام الناس، عندنا مجموعة مدارس بتنشأ جديدة، عندنا مجمع الكليات جامعة محافظة مطروح، عندنا طريق سيوة، حاجات كتيرة احنا لمسناها وحسيناها في محافظة مطروح تخلينا احنا كلنا نسارع ونبادر ونهيئ الرأي العام بإنجازات موجودة على الواقع، على أرض الواقع، من ضمنها 2,400,000 فدان إصلاح زراعي موجودة في طريق الإقليمي بتاع الضبع عروض الفرج، ده كله شيء ملموس ومحسوس للمواطن. فإحنا كحزب المصريين الأحرار هنتوجه لكل النجوع وكل القرى والمدن لإيصال رسالة مفادها إن لابد من استكمال المسيرة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ل العملية استمرارية الشغل اللي بيتعمل عندنا، استمرارية عندنا دلوقتي اتعمل منفذ السلوم حاجة نتباهى بيها قدام دول المغرب العربي اللي هم جنبنا وجيراننا، عندنا حاجات كتيرة اتعملت في مطروح كنا بنتمنى الحديث عنها دلوقتي بقت واقع ملموس. فعشان كده وبعد توجيهات الدكتور عصام خليل لينا في تشكيلات انضمت بالفعل، وفي تشكيلات نسائية وشبابية وعمد ومشايخ وعواقل من مطروح للعمل الدعاية اللازمة وإيصال كل الرسائل الإيجابية عما سبق لأبناء مطروح اللي هم في القرى والنجوع واللي هم بعيد عن الميديا وبعيد عن التواصل الاجتماعي. الحمد لله احنا في اتجاه الصحة ممتاز، رغم ان يعني بادية الحياة الصحية يعني بتنجح في مطروح. الأول كنا كل حالة مرضية عندنا بناخدها اسكندرية، حاليا الحمد لله. فإحنا كحزب المصريين الأحرار في مطروح ينشأ هياكل تنظيمية في داخل كل قرية وكل مدينة للدعاية والإعلان عن ترشح الرئيس، على الإيجابيات الموجودة وكل طلبات الناس، ايه اللي تم انجازه وايه ما سيتم انجازه في الفتره القادمه، ده كله بنعمل مخطط ليه دلوقتي. نعم. وبدانا النهارده التشكيلات. يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ سلطان ابو الشيخ الزعيري، امين عام حزب المصريين الاحرار، كنت معي هاتفيا من محافظه مطروح.